اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احسن متابعين واحسن ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو سريع كده، حاجه بسيطه وحاجه هنستفاد منها ونشوف مع بعض. اول حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، انا عندي علبه مكرونه، المكرونه دي بايته عندي، كنت عملت مكرونه ومحدش كل فباتت. في ناس بتسخنها، بتحط بتغلي ميه وتحط عليها ميه مغليه وتتعامل عادي وتعملها اكل، تعملها بالصلصه وتطبخ. انا عيالي حتى لو باتت وجيت عملتها لهم بالطريقه دي ما بياكلوهاش، فلازم تكون مسلوقه حالا ومعموله حالا. فانا البايته عندي دي الحقيقه هي بقالها يومين. طيب انا حرام، انا مستحرمه ارميها. نعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها كده مقرمشات حلوه تتحط كده لاولادنا لينا، هتعجبنا قوي. فنشوف هنعمل ازاي. اول حاجه عندي صينيه، بسم الله الرحمن الرحيم. افضي المكرونه، طبعا اي نوع مكرونه، مش لازم المكرونه الصغيره دي، هي دي عشان هي اللي عندي، لكن ممكن اي نوع مكرونه تاني. هنفكها كده من بعض. الحقيقه ان اولادنا بيحبوا المقرمشات جدا، وهنعملها لهم بطريقة صحية، طريقة حلوة وطريقة خفيفة ان شاء الله بإذن الله تعجب اولادنا تعجبكم. عندي كده ايه المكرونة، تمام. هعمل ايه؟ هحط عليها نص معلقة بابريكا او معلقة بس مش مليانة، تمام. اللي حابب يحط شطة، اللي عايزها يعني ايه سبايسي اهي. احط حاجه بسيطه قوي، بهارات، 7 بهارات عشان تديني النكهه، كل البهارات اللي فيها، حاجه بسيطه قوي اهي. هحط كمان حاجه بسيطه، توم باودر، حاجه بسيطه قوي اهي كده. وهحط كمان حاجه بسيطه يعني ربع معلقه بصل بودر برضو. انا مش عايزه نكهه البهارات تبقى كتير قوي فيها، خلاص تمام كده. وهحط عليها، انا قلت لكم المرقه دي حلوه جدا السايبه دي، هحط عليها حاجه كده يعني ايه، يعتبر ربع معلقه او نص معلقه، مش مليان كده، عشان تديهم الطعم اللي بياكلوه بره، خلاص، او يعني طعم المقرمشات اللي بتتباع بره، تمام كده. هعمل ده كله وهحط عليها ملح، شويه ملح. نخلطها كويس قوي عشان كلها تبقى فيها طعم البهارات اللي احنا عملناها. هحط ايه كمان عليها؟ انا هحط عليها شويه زيت، هجيب الزيت وارجع لكم. بصوا حبايبي، اولا احنا ممكن نحمرها في الزيت، يعني تجيبي زيت نظيف وتحمريها وكل ما تحمر تشيليها وتحطيها على مناديل، بس بتبقى احنا عايزين نعمل حاجه صحيه على قد ما نقدر، فاحنا مش عايزين موضوع الزيت الكتير ده. فانا هحط بس كده حوالي معلقتين زيت عليها اهو، بس كده تمام. هقلبها كويس قوي. انا عايزاها تبقى حلوه وتبقى خفيفه ومحمرهاش في الزيت عشان الزيت ما يبقاش تقيل علينا وعلى اولادنا. بس كده معلقتين زيت بس عليها، وهروح مدخله. وممكن كمان تستغني عن معلقتين الزيت على فكره، يعني ممكن ما تحطيش معلقتين الزيت، بس انا حطيت معلقتين الزيت كده عشان يدوها لمعه. وهعمل ايه بقى؟ هروح داخله بيها على الفرن على الرف الوسطاني، واعمل النار مش عاليه قوي، اسيبها كده النار وسط واحطها، ولما نطلع بقى اما تخلص واجي اطلعها هنشوفها بقى وهي مقرمشه وجميله ان شاء الله. نروح دلوقتي نحطها على الفرن. بصوا يا حبايبي، بصوا بقى، بصوا المكرونه هي سخنه، هسيبها تبرد وارجع وانا بغرفها واوريها لكم. بصوا حبايبي، بصوا بقى اعمل ازاي، عايزه بس اوريكم حاجه. بصوا اولا الصوت، سامعين الصوت؟
ما فيهوش زيت، صحي خفيف. بصوا حاجة طعمه فظيع، طعمه فظيع فظيع، وولادكم هيحبوه قوي. ومش حاطين عليه حاجات مواد حافظة ولا اي حاجة كده، في البيت بطريقة حلوة وبطريقة لطيفة. بنحاول على قد ما نقدر، على قد ما نقدر نستخدم كل حاجة في البيت، ما نرميش حاجة. نستعمل الحاجات، نشوف قبل ما نرمي الحاجة نشوف ايه استخداماتها وايه ممكن نطلعه منها وايه اللي ممكن نستنفع بيه. حاجة تانية، اما بيبات عندنا اكل لازم نفكر ندوره تاني ازاي، يعني ما نرميهوش. وما ينفعش نديه لحد، نقول ايه، حد غلبان نديهوله، لان اللي احنا ما قدرناش ناكله غيرنا ما ينفعش نديه لغيرنا ياكله. لازم لما نيجي نطلع حاجة نطلع احسن حاجة عندنا، نطلع للناس احسن حاجة واجمل حاجة والحاجة اللي احنا نحب ناكلها. لكن الاكل البايت احنا ندوره لنفسنا، احنا نشوف ممكن نستخدمه ونحطه في ايه يطلع منه وجبة لينا احنا. لكن ما ينفعش خالص نقول ايه ده اكل بايت نديه لحد غلبان، ما ينفعش خالص. فانا عملت من المكرونة، ممكن اي نوع مكرونة عملت منه، المقرمشات، المسليات، حاجة حلوة حطيها لأولادك، بصي هيتسلوا فيها وهم قاعدين. حاجة صحية ما فيهاش زيوت كتير، احنا حطينا معلقة زيت بس عشان يديله لمعة. ممكن تستغني خالص عن معلقة الزيت، حطيه في الفرن كل شوية قلبيه، طعمه والله العظيم جميل جدا. انا عايزة يعني انتوا سامعين الصوت، يعني انا مش عارفة اوريكم. بصوا سامعين الصوت ولا مش سامعين الصوت؟ حلوة 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 فعلا يعني. وحاجة بسيطة وحاجة يعني دورناها بدل ما كنا نرميها. الحاجة ما بتجيش بالساهل، ربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب. اعملوها لأولادكم وجربوها، هتعجبكم، هتعجبكم انتوا كمان الكبار وانتوا قاعدين كده، هتعجبكم. مقرمشات بدل اللي احنا بنشتريها من بره، انا عن نفسي بحب المقرمشات جدا فانا اللي هاكلها تقريبا يعني. يلا لو عجبتكم ان شاء الله تنسوش تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا لي الجرس لو انتوا حابين اللي انا بقدمه لكم. يلا سبتكم في امان الله، سلام عليكم.